السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم بيكوب للبيع في المغرب. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا واحد المجموعة من بيكوبات معروضين للبيع في مختلف المدن المغربية. نبدأ على بركة الله بأول واحدة معنا هذه. عندنا هذه ميتسوبيشي كاينة في مدينة مارتيل، كاينة في مارتيل تطوان. عندنا هذه كاينة في مارتيل، طوموبيلة كاينة في مارتيل. نشوفوا التصور ديالها. ميتسوبيشي ال 200 كاينه في مدينة مارتيل. دونك كما كتشوف معايا الطوموبيله مازال نقيه، الصباغه ديالها وكذلك الجفنه ديالها كلشي باقي فيها نقي، الصباغه مازال نقيه. فالثمن ديال هذه اللي ممكن يطلب فيها مولاها هي 145000 درهم. 145000 درهم، موديل 2013 كيطلب فيها 14.5 مليون، 14.5. موديل 2019 مازوت توت اوبسيون نقية. ندوزو دابا لطوموبيل واحدة أخرى معنا. هادي كاينة في مدينة الفقيه بن صالح. الفقيه بن صالح هادي تويوتا هيلوكس. تويوتا هيلوكس بالنسبه للطوموبيله كما قلت ولا كيطلب فيها 150000 درهم. كاينه في الفقيه بن صالح كيطلب فيها 15 مليون. تويوتا هيلوكس كيطلب فيها 15 مليون، موديل 2009. موديل 2009 10 الخيل طوموبيله تويوتا هيلوكس. ندوزو طوموبيل واحد اخرى معنا. هادي كاينه في الدار البيضاء. هادي بيكوب ميتسوبيشي ال 200. بالنسبة لهاد الطوموبيلة هادي، هاد الميتسوبيشي ال 200 فمولها تيطلب فيها 107000 درهم. هي 10 د المليون و 700. 10 د المليون و 700. موديل 2010 مازوت 10 د الخيل. موديل 2010 مازوت 10 د الخيل. دوزيام موديل 2010. دوزو لهادي اللي كاينة في ورزازات. هادي كاينة في ورزازات اسيوزي دي ماكس، كاينة في مدينة ورزازات.
هادي كاينه في ورزه زاد، مولا هادي يطلب فيها هاد لي سي جي دي ماكس 9 المليون، كيطلب فيها 9 المليون 90 الف درهم. لي سي جي دي ماكس بيكوب موديل 2007 مازوت، اللي بغاها مرحبا، عندنا كاينه في ورزه زاد. ندوزو لطوموبيل واحدة أخرى معانا، هادي ميتسوبيشي 200 كاينه في مدينة الدار البيضاء، دابا هادي كاينه في مدينة كازا الدار البيضاء. نشوفو التصاور ديالها من بعد، نشوفو المعلومات الخاصة بها. بالنسبة لهاد السيارة هادي، فمولاها تيطلب فيها 13 مليون و600، 13 مليون و600 ميتسوبيشي ال 200 كيطلب فيها 13 مليون و600، هاهي كيما كتشوفو معايا. بالنسبة لهادي، هادي موديل 2013 مازوط، موديل 2013 مازوط، كاينة في مدينة الدار البيضاء، تمن ديالها 13 مليون و600. نزول هاد طوموبيلة واحدة أخرى معنا، هادي كاينة في مدينة كاينة في مدينة تارودانت، ديال هادي كاينة في تارودانت، طوموبيلة كاينة في تارودانت. بالنسبة لهاد السيارة هادي، فمولاها تيطلب فيها 140 ألف درهم، 14 مليون، كيطلب فيها 14 مليون، ميتسوبيشي ال 200 دوبل كابين، دوبل كابين، ميتسوبيشي ال 200 دوبل كابين. كاينة في تارودانت موديل 2011، موديل 2011. ندوزو طوموبيل واحدة أخرى معانا، هادي كاينة في مدينة ورزازات، هادي فورد بيكوب، فورد كاينة في ورزازات. نخليكم تشوفو التصاور ديالها من بعد، نشوفو المعلومات الخاصة بها. بالنسبة لهاد الفورد هادي، فمولاها تيطلب فيها 13 مليون، 13 مليون كاينة في ورزازات، موديل 2016، موديل 2016 مازوط 10 الخيل، بيكوب فورد تخي بونيطا، كاينة في ورزازات، التمن ديالها 13 مليون. إذا كانت هادي آخر سيارة معروضة للبيع، إذا عجبتكم شي وحدة من هادو غتجي نمرة التليفون، فما عليكم إلا صيفطوا ليا السمية ديال السيارة وكذلك الثمن ديالها والمدينه فاش كاينه، وغادي نعطيكم النمره ديال مولاها. ولا عندك اي سياره بغيتي تعرضها لبيع فمرحبا، ممكن تصيفط لي معلومات خاصه بها على الواتساب على هذه النمره، هذه 0637198018. اشتركوا في القناه وديروا جيم، الى عجبكم الفيديو تشوفوا الفيديو الجاي. مع السلامه.